نرجو لها ان تمضي فيه. واحنا عندنا مشكله تاريخيه في تاريخ مصر ان احنا بنبدا وما نكملش. المره دي ان شاء الله تبقى بدايه لا يحدها نهايه، تكون انطلاقه حقيقيه لشعب هو الاقدر بان يحمل الشعله وان يكون هو شعب الحضارات والثقافات والديانات. مفيش حدث في التاريخ الا ومر على مصر، مفيش مفكر الا ومر على مصر، مفيش فكره كبرى في المنطقه الا وخرجت من مصر. حتى الجامعات الى ثقافه العالم العربي والاسلامي من مصر. مصر دوله محتاره، مصر دوله منجبه يجب ان نعتز بها دائما، ودي مش شيكونيه ولا مغالاه في الوطنيه، هذه حقائق راسخه يجب ان تستقر في وجداننا جميعا.